زميلتهم وزميلتنا أيضا نجلة عبد العزيز. جاهز الاتصال يا عبد العزيز؟ طيب نجلة عبد العزيز، مساء الخير. هلا والله، الله أهلا. يحييك، أهلا. كيف شفتي الهاشتاج؟ بالبداية أنا حابة أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة ببرنامجكم المميز، ويا هلا بالجميع. فيما يخص سؤالك، طبعا كلنا طلعنا على الهاشتاجات والحملة اللي صارت، اللي كان لي نصيب كبير منها. ليش انت لك نصيب كبير منها اكثر من غيرك؟ ليش؟ وش انت تسوين؟ والله أنا جالسة أسأل نفسي، ما أدري ليش. لكن اللي نقدر نقوله لكم ونوصله لكم أن الناس تختلف. في ناس يعني الحملة بالنسبة لها اتكلمت عن عموم المشاهير، اتكلمت أن اللي يسوونه شيء تافه، وأنهم استغلوا السوشيال ميديا، يعني أن كل المشاهير سواء. أما في ناس لا، خصصت وسبت وقذفت بعض المشاهير وتكلمت فيهم كشخصهم. أما أنا اللي أقدر أوجهها أن المشاهير مو سواء. في منهم من اللي يهمه إفادة الناس أكثر من أنه يستفيد، وفي منهم من أنه لا يستفيد أكثر من أنه يفيدهم. في ناس سبب شهرتهم مختلفة. طبعا أنا كنجلة عبد العزيز، بدايتي كانت باليوميات، كانت بالتصميم، بالطبخ. هذه كانت بداياتي. بعدين عاد بدأت طيب، الإعلانات وشلون أفدت الناس أنت يا نجلة؟ كيف؟ أقول كيف حققتي إفادة للناس من خلال حساباتك؟ والله كبداية أنا أحاول أني جالسة أفيدهم. أنا أصلا ما أدري عن شهرة أو إعلانات، أي. إحنا جالسين نسوي هذا الشيء علشان كلمة يعطيك العافية، هذا الشيء تصويرك رائع. ما كنا نعرف أن إعلانات أصلا، ما كنا نعرف أن بنكون شيء. ومين فتح عليكم باب الإعلانات؟ الشركات ولا المحلات يعني؟ أنا أشوفها كذا فجأة صرت أنا أعلن، فجأة صرت أنا مشهورة. ايوه، يعني احنا جالسين نقدم بدون اي مقابل، ويوم جت الفلوس قلتي ممتاز، الشغله ممتازه. خليني اكمل. والله كل ما حد يعاصر الخير يقولون. طيب انا سمي اخت نجله، في شيء بتضيفينه؟ ايه، انا حابه اوصل رساله للناس كلهم، ان احنا كمشهور ما نحب احنا قناه يعني فيها معدين، فيها ناس تكتب لنا سيناريو وش نقدم وش ما نقدم. إذا طلعت معنا الفائدة بنقدمها، إذا ما طلعت يعني كيوميات راح نقول يومياتنا. ممكن إحنا ننشر الفائدة بطريقة غير مباشرة. يعني على سبيل المثال، أنا مرة من المرات وكنت مسافرة وشفت واحدة قالت لي: أنا أنت إنسانة ملهمة. أنت إيش؟ أنا ملهمة. أنت إنسانة ملهمة، شخصيات ملهمة. قالت: أنت تنشرين إيجابية وتفاؤل بطريقة غير مباشرة، أنت ما تحسين. يعني بعض المرات الواحد بيومياته وطريقته وأسلوبه ينشر تفاؤل إيجابية، بحيث إنه ما يحس أو إنه يدخل سعادة على ناس ضايق صدرها أو شيء وهو ما يحس. أو إنه مثلا زي في وحدة من يومياتها تصور سجادتها آخر الليل، انشرت صلاة الليل، هي صارت الناس تصلي الليل بسبب يومياتها. تسوي إيش آخر الليل؟ تصلي الليل تصور سجادتها وتكتب كلام كذا بسيط. أي، هي يومياتها انشرت فائدة بطريقة غير مباشرة. فعشان كذا أقول ما يصلح الواحد يعمم على عموم المشاهير. هي ما رح نجي نقول محاضرة عن عن أي شيء كذا محاضرة. لا، ممكن إحنا ننشر بطريقة غير مباشرة من خلال يومية. تسلمي يا نجلة، تسلمي، شكرا. الشيء الثاني بعد بوصله إن المشهور ممكن يمر بظروف أو انحدارات أو عثرات، بحيث إنه ما يقدر يعطي. يعني إحنا بشر، نخطي، نتعب، نمرض، نحزن. صحيح، بارك الله فيك يا نجلة، شكرا جزيلا لك، شكرا، وكنا نتمناك هنا في الاستوديو، بس إن شاء الله في مرات جاية، شكرا جزيلا لك.